بصوا بقى الفيديو ده كده هديه مني ليكم. دي كده حاجات بواقي مصنع بارخص الاسعار. بصوا كده هنوريكم الاول، دي مش مستعمله، دي بواقي مصنع. هنوريكم الاول اشكالها بعدين نقول لكم الاسعار عشان مش هتخيلوا سعرها كام. طب فين الاول المكان؟ انا ظهري كده على طول للجنجي المجهول. هوريكم برده كده، بصوا ادي كده الجنجي المجهول، وادي الفرش، وشي على طول وش جندي المجهول على طول. واحنا طبعا في المنشاه. بص الحاجات دي سعرها كام؟ اي شنطه من هنا كده سعرها 50 جنيه. متخيلين كده؟ شنط عمليه جدا، شنط جميله، موديلاتها جميله وكبيره، عامله 50 جنيه بس. الوان كمان كتير قوي، عامله 50 جنيه. ده لسه المفاجاه كمان في الشنط اللي جايه، 50 جنيه. بصوا برضو كده اي حاجه 50 50 50 50. بصوا الشفاف دول كمان ب50 جنيه، حاجات الشفاف دي كده 50 جنيه، 50. قلنا الحاجات دي مش مستعملة، حاجات دي بواقي مصنع يعني جديدة مش مستعملة. بصوا الحاجات بقى دي كده، دي الاتنين ب50، يعني الواحدة ب25. فيهم شنط كروس، فيهم شنط ويست، الاتنين ب25، الاتنين ب50 يعني الواحدة ب25. دي برضو اللي هناك دي كده 25 25. هما بس مش اللي هناك دول كده متطربين شوية لكن مش مستعملين، بقرر ان الشنط مش مستعملة، بواقي مصنع. الاتنين ب50 برضو. بص الوسط بقى الشفاف دول الواحدة ب50، الوسط الشفاف دي كده الواحدة ب50. انا دي قصرة، انا ماليش دعوة بهناك، انا ماليش دعوة بهناك، ما قلنا هنا يبقى هنا الشنطة 50 و25 جنيه، والعنوان ما يتوهش زي ما قلت لكم. انا في ظهري على طول الجنجي المجهول، وفيديو هدية لحبايبي ومتابعين. عايزة اوريكم برضو الموديلات ام 50 تانية، عجباني قوي، عملية جدا وكبيرة. دي كده طبعا ما بنستغناش عنها للعرايس، طبعا طالعين برضو عمره كده، ما بنستغناش عن احجام الشنط دي كده، الحجم الكبير ده كده. كام بقى الاسعار دلوقتي؟ الاول احنا فين؟ احنا في المنشيه، ظهري على طول كده للجنجي المجهول. كام الشنطه؟ بس الشنطه مقاسها قد ايه؟ بصوا شايفين الشنطة مقاسها قد ايه؟ الشنطة دي عاملة كام؟ عاملة 75 جنيه، 75 جنيه. هبعد لكم شوية كده عشان مقاسها يبان. ودي زي ما قلت لكم احنا في وش الجنجي المجهول على طول، 75 جنيه. شوفوا المربعة دي بكام؟ بس الشنطة المربعة الكبيرة دي عاملة كام؟ عاملة 150. في منها أشكال وألوان كتير، 150 جنيه. أشكال تاني كده من 75. بص المقاس الصغير عامل 65، يبقى الكبير عامل 75 والمقاس الصغير 65، والشنطه الكبيره المربعه قلت لكم عامله 150. في بقى احجام تانية كتيره قوي واشكال. الطرح دي حلوه، دي عامله كام دي؟ هنشوف كده الطرح دي عامله كام. بس كده 90 جنيه بس. بصوا دي كده مقاسها قد ايه؟ بصوا عامله 275، والحمرا اللي جنبها 275 برضه 275. بصوا المقاس قد ايه بس عشان الناس اللي بتحب المقاسات الكبيره.
والتايجر جي برضو كده تايجر دي 275. بصوا كده ما بجيش المنشاه لما انزل اصور الحاجات الجميله دي. عامله كام الاجر؟ 25. 25 بس الصوب الاسامي اللي احنا عايزينه 25 جنيه بس. طب والمراكب الصغيره دي خشب دي 45. والخياميه كده، الخياميه دي كده 45. المراكب اللي هي الخياميه دي 35. 35 واللي جنبها قال لي 45. اللي هي الخشب اللي جنبها دي 65 و 85 ولا انا 5 الجرمافون ده عامل 75. بص كده شكله اشكال كتيره قوي برضو هنا كده، حاجات الخشب الجميله دي كده. بصوا حامل المصحف، بصوا شكل التليفون ده كده، حلو قوي التليفون. عامل كام؟ 85. بصوا شكل التليفون كده، عايزه اقرب لكم كده، عامل 85. حاجات جميله قوي برضو هنا كده، واللي هي الاشكال والحروف. العربيات دي ب 55، حاجات تحف جميله كده. علقت المفاتيح عامله كام؟ ها؟ علقت المفاتيح 25. علقت المفاتيح عامله 25. في الكبيره دي عامله 55. عدينا نشوف برضو الحاجات الحلوة خصوصا العيد داخل علينا. كده بكام؟ كده ب10. يعني اي كيس من هنا 5. اي كيس كده ب5. بصوا كده اي حاجة كده ب10. اي كيس من هنا ب10. لا عندي كيس هنا ب20 اللي هي انهي؟ الازرق دي كده دي ب20. اطلس بانواعه ب20. دي بونبونات على شوكولاتات على اكلير، برضه عشان نبقوا عارفين يعني ده بونبوني على شوكولاته على اكلير. فواكه بونبوني فواكه. ده ب 50 يعني اعلى حاجه عندك الكيس ده ب 50. اعلى حاجه عندي ب 50 جنيه. بادئ الكيس من 5 جنيه اللي قدامنا ده كده 5 جنيه 90 لغايه 50 جنيه. اللي هي المنتجات العاليه يعني اللي هو ب 50 وكده، اللي هي المنتجات العاديه. عندي انا عندي غيري ب 61 و 65. ده اكلير. اكلير. بصوا كده. الحاجات اللي هنا اللي هنا ب 10 وب 20. بصوا كده. فين احنا في وش الجندي المجهول برضه. بصوا اي كده المقرمشات من هنا كده الكيلو عامل 100 جنيه. اي نوع الكيلو عامل 100 جنيه. قلت لي ايه بقى اللي عامل 120؟ بصوا اللي هناك ده كده اللي عامل 120. زي ما جبنا لكم الحلويات جبت لكم المقرمشات. طب بصوا انت طيب. بصوا في حاجات برضو جميله كده، دي بقى بالقطعه ولا برضو بالكيلو ولا بالكيلو ولا قطعه والواحده؟ طيب قول لي بقى القطعه عامله كام؟ القطعه دي ب 2.5 والكيلو ب 150. يعني دي في القطعه ب 2.5 والكيلو ب 150. ده الكيلو ب 260. ده الكيلو ب 260 والقطعه ب 2 جنيه. ب 2 جنيه تمام. ده بسكوت ويفر ده؟ دي حاجه اسمها ميجا. ميجا ده برضو الكيلو بكام؟ الكيلو بتاعه ب 175، الواحده ب 3. الواحدة ب 3 جنيه والكيلو ب 175. طب انت انا شايفه ان يعني اعلى حاجة عندك القطعة ب 3 جنيه صح؟ ايوه اعلى حاجة عندك. النوجة بقى؟ النوجة دي 130 ب 130 والقطعة؟ 2 جنيه ونص. ب 2 جنيه ونص. بصوا اشكال كتيرة قوي عشان ما نطولش برضه عليكم الفيديو. انت عندك حمص وعندك شوكولاتة، الشوكولاتة كيلو بكام؟ الكيلو بتاعها ده ب 270. ب 270. بصوا الشوكولاتة ده بالبندق الكيلو ب 270. طب والحمص الكياس ده الكيس ده قد ايه؟ ب 20. ده ب 20. ده فيه قد ايه؟ حوالي قد ايه؟ روح.
يعني حوالي 200 جرام ده صح؟ ربع كيلو؟ تمام ب 20 جنيه. في حاجات برضو اللب والشوكولاتات وكده. فيديو حلو قوي للعيد ده، حلويات العيد. طبعا طول ما احنا ماشيين، طول ما الفروشه والحاجات كتير، بصوا الشباشب جيبه كده برضو، اي برضو هنا سابوه عامل 35 جنيه.